ولنقاش ملف تفشي فيروس كورونا في العراق وتعامل الجهات الصحية معه في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية للفيروس وباء عالميا، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غزة عنتاب التركية الأخصائي في أمراض الدم الدكتور جمال سواس. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. ماذا يعني تصنيف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا كوباء عالمي؟ الأمراض المنتقلة أو المادية تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى يكون في الحيوانات فقط، المرحلة الثانية يصيب البشر، المرحلة التي يصنف فيها وباء هو حين يصاب أشخاص في بلدان مختلفة في عدة مناطق جغرافية من العالم. نعم. فيصنف كوباء. هذا تصنيف منظمة الصحة العالمية. طبعا إذا نظرنا إلى الجانب السلبي فقط، هناك مرحلة أخرى إذا نظرنا إيجابيا هي مرحلة انحسار الوباء. نحن كمختصين بالأوبئة عندنا 6 مراحل لانتشار المرض. المرحلة السادسة هي مرحلة انحسار المرض، وإن شاء الله سنصل إليها. لكن ألا تظنون دكتور أن منظمة الصحة العالمية تأخرت في الإعلان عن هذا الوباء رغم انتشاره في كافة أنحاء العالم تقريبا؟ لم تتأخر. الذعر يؤذي ولا يفيد. طبعا هي أوعزت للدول أن تأخذ احتياطاتها سلفا، إنما الإعلان عن كونه وباء يتبعه إجراءات كثيرة ويتبعوا الذعر عند العالم، وأنتم ترون الآن نفاذ المواد التي تساعد في الوقاية من كمامات ومعقمات وارتفاع أسعارها، وحتى للأسف في بعض الناس الآن يخزنون المواد العادية التموينية العادية. يعني تظنون دكتور أنه الأمر ليس بتلك الخطورة التي يراها البعض؟ نعم، هناك تهويل كبير. نسبة الوفيات العالمية هي 2 إلى 3%، يعني وفيات الإنفلونزا العادية هي 1%، 1 إلى 2%، يعني عبارة عن تهويل شديد لموضوع من لم يمت بكورونا مات بغيره، ونتيجة لأنهم أحرصوا الناس على حياة. الوفيات تحصل، لكن من يموت بالكورونا كان سيموت بأمراض أخرى، لأن قابلية الوفاة فقط في الناس مضاعفين المناعة، كبيرين في العمر أو أطفال رضع صغيرين جدا أو مصابين بأمراض منهكة للمناعة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وأمراض الرئة. فهؤلاء معرضون للموت إن لم يكن بكورونا، لأي فيروس آخر كانوا سيموتون. نعم، لكن دكتور يعني معظمنا يتابع آخر الأرقام والحصيلة الأخيرة للمصابين وكذلك أيضا الوفيات نتيجة فيروس كورونا، كانت متسارعة جدا في عدد من الدول حيث وصلت إلى 13 ضعفا خلال أسبوعين فقط خارج الصين. هذا المتوقع، لأن كما قلنا هو مثل هرم أو جبل يبدأ بالارتفاع إلى أن يصل إلى قبة، ونحن الآن في العالم نعيش عصر قمة هذا الانتشار، ثم سينحسر إن شاء الله. يعني كم المدة تقريبا لانحسار هذا الفيروس؟ لا، بالنسبة لي لا أعلم. هذا الفيروس أيضا مثلما أصاب الكثير من الدول أصاب العراق أيضا، كيف يمكن تفسير تزايد الإصابات في العراق، وإلى أي مدى تظنون أن الحدود المفتوحة مع بؤرة كبيرة لفيروس كورونا كإيران ساهمت في انتشاره السريع بالعراق؟ مع الأسف بعض الحكومات عندها أولويات مختلفة عن أولويات الاهتمام بصحة المواطنين. بالنسبة للوفيات العالية، وهذا متوقع بسبب سوء الحالة الصحية العامة، نقص التغذية، التلوث البيئي. بالنسبة لموضوع انتشاره السريع
بسبب الحدود المفتوحة مع تجمعات لمظاهر دينية، مع الأسف تختلط بممارسات سيئة تشجع على انتشار الفيروس. كما أنه أنا وجدت فيديو لمشايخ بهذه الدول يبصقون في زجاجات ويعطوها للناس، وهذا التجمع والاختلاط الشديد يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس. ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للمواطنين في العراق وفي كل مكان يخشون من الإصابة بهذا الفيروس؟ رقم واحد، الابتعاد عن الدار. يعني نحن كمؤمنين الإنسان يموت في يومه. اثنين، الإجراءات النظافة والصحة العامة التي نتبعها يجب أن نتبعها في كل حالة، وهي أن لا نعدي الآخرين بعطاسنا وسعالنا، نغطي فمنا أثناء السعال والعطاس. يجب على كل إنسان يشكو من أعراض تنفسية أن يرتدي الكمامة. من لم يستطع أن يشتري الكمامة أو بعدم وجودها يكفي أن يغطي بمنديل حين العطاس. علينا أن نتجنب التجمعات غير الضرورية. علينا أن يكون لدينا شيء من الوجدان فنطبق العزل الشخصي. أي إنسان يشعر بأعراض سعال، عطاس، جفاف في الحلق، صداع، حرارة، إنعاش عام، عليه أن يلزم بيته، ويكون لدينا شيء من الوجدان المجتمعي بحيث نجنب الآخرين ويراجع السلطات الصحية. بالنسبة لنا غير مصابين، علينا أن نتجنب ملامسة الأسطح التي قد تكون ملوثة، نتجنب مخالطة الناس المرضى، نتجنب التجمعات غير الضرورية، لا نقرب أيدينا من الأنف والفم والعين بدون سبب. وعلينا أن نغسل يدينا بمعقم إن لم يتوفر المعقم بالماء والصابون. شكرا جزيلا لكم على كل هذه النصائح. المختص في أمراض الدم دكتور جمال سواس، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة غازيانتاب التركية.